صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مرة راجل غلبان ماشي وماسك في ايده فرقلة. الفرقلة دي حاجة بيضربوا بيها كده عشان يهشوا الغنم وبتاع. يا ما اتضربت بيها. اه. وقعد يفرع بيها ويقول قادر ربنا قادر يكون الدنيا في قشرة بندقة. فقابل واحد قال له بقى انت هتخلي ربنا يكون الدنيا في قشرة بندقة؟ وقام ماسكه ضربه علقة. فالراجل اللي ضرب الراجل الغلبان دخل الجامع عشان يصلي. ففي هناك بير كبير بيسمينه المغطس، الناس بتنزل تتوضى فيه وتطلع. صاحبنا قلع هدومه وعلقها ونزل المغطس عشان يتوضى. بص لقى نفسه واحدة ست وواقفة قدام بحر كبير لا لولا أول ولا آخر. فمعديت واحد صياد قال لها أنت يا ست أنت توقف كده ليه؟ قالت له اصل انا كنت بغسل هدومي والهدوم وقعت مني ومعرفش ايه وبتاع. قال لها طب بس انا هقعد بعيد واقلع هدومي واحذفها لك لعند ما تلبسيه اخدك وامشي. الراجل راح وقف بعيد وقلع هدومي وحذفها لها لبستها خدها ومشي. راح بيها على مراته. مش وعريان. اه يعني لابس الملابس الداخليه. ماشي. راح بيها على مراته. فلانة خلي دي عندك. حاضر. قعدت عند مرات الصياد سنة. بعد سنة ماتت. مرات الصياد ولا الست؟ مرات الصياد. ماشي. أنا آسف لو أنا غبي. فالناس قالوا له اتجوز اللي عندك. الست اللي عندك اتجوزها. حبلت. أول ما جابت ولد. تاني ما جابت ولد. آخر ما جابت ولد. جابت بنت. وفي يوم خدت هدومها علشان تغسلها في البحر. قالت الله اما خد لي غطس. خدت لها غطس بصت لقت نفسها واحد راجل. ده ايه المخمضة؟ وطالع من المغطس بيبص لقى هدومه لسه متعلقة. لبسها وبيطلع لها أذان الجمعة لسه بيدن. دخل صلى وكل حاجة وطلع. لقى الراجل بتاع الفرقلة قاعد ولسه بيقول قادر ربنا قادر يكون الدنيا في قشرة بندقة. قام قال له صادق والله العظيم صادق. قال له انت صدقت وامنت الا لما جبت لك ولدين وبنت. وتوتا توتا خلصت لحد